قبل كل شيء نقول الحمد لله اليوم يعني في نقول في عرس، انا نقول عرس لانه هي يعني اليوم هو الوفاة استشهاد العربي بن مديح، احنا نقول له عرس اليوم لانه الحمد لله بعد سنوات طويله خرجنا له فيلم، يعني خرجنا له فيلم اللي يخلي الاجيال القادمه تشوف تعرف انه هذو الناس كانوا كيما هما، كانوا يقراوا كيما هما، كانوا يزعفوا كيما هما، كانوا يتهاوشوا كيما هما، بصح كانوا يامنوا بالوطن، الوطن قبل كل شيء، لأنه ضحوا يعني ضحوا بنفوسهم ولو كانوا صغار. العربي كان عنده 27 سنة، بالوزداد كان عنده 17، ونهار نهار يعني 17 سنة كان رجل ويعرف أنه الوطن قبل كل شيء. وطبعا يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم، أنا يعني نقول امرأة أعظم. لماذا؟ لأن الأم هي أعظم امرأة، ومن الأم يكونوا يخرجوا أجيال، سواء يعني رجال ولا نساء، من الأم. وإحنا شفنا الأم تاع العربي بن مهدي، وشفنا يعني كل النساء، وشفناهم اليوم المجاهدات اللي شرفونا بحضورهم، كانوا يأمنوا بالثورة وكانوا يساندوا خوهم. والثورة هذه داروها رجال ونساء. في الفيلم اللي شفناه اليوم ما شفناش كامل الشخصيات، لأنه إن شاء الله حيكون فيه مسلسل وين نشوفوا، لأنه حكاية طويلة. وأنا بديناه ملي كان صغير حتى استشهد، كان بزاف الشخصيات اللي بالك في المسلسل اللي بانوا. وأنا فخورة أني جسدت دور مجاهدة من المجاهدات، من النساء اللي يعني صمدوا وحتى حملوا كل شيء باش برك الجزائر تبقى حرة مستقلة، والحمد لله.